بعد كده هتبقى الدنيا ايه بسيطه. اللوحه الرئيسيه دي اهي زي ما انت شايف، واخد منها كابل ورايح على ايه، رايح متحرك رايح على لوحه. يبقى هو خد اول واحده اهي اللي انا معلم عليها، اللي هي دي، معلم على دي اهي، دي اول واحده اهي، راح رايح على حاجه اسمها ايه، تي تي بي 1، تي تي بي تليفون تيرمينال بوكس، اللي هي اللوحه الفرعيه. يبقى احنا خدنا على الدور الاول اللي هو ليفل 1، الليفل 1 ده في تي تي بي 1 وفي عندي تي تي بي تمام 12 او 1 2 مسميها 1 1 1 2 تمام. يبقى انا عندي في الدور الاول اللوحه واسم الدور، لان انا لما اجي اروح للدور الثاني مسميها او تي تي بي تي تي بي 2 اللي هو الدور الثاني او ليفل 2، 1 اللي هو اللوحه الاولانيه في الدور الثاني، اللوحه الثانيه، اللوحه الثانيه في الدور الثاني، ده طبعا اكستنشن للوحه الاولانيه. يبقى انت لو الدور فيه لوحه فرعيه واحده يبقى خلاص تمام، ممكن يبقى فيه لوحتين، ممكن يبقى فيه ثلاث لوحات فرعيه اللي هي تي تي بي تمام، اللي هي التليفون تيرمينال بوكس. فانا طلعت كده رحت على الدور الاول اللي هو ليفل 1، في عندي تي تي بي 1 1، الدور الاول اللوحه رقم 1، وبعد كده 1 2 الدور الاول اللوحه الثانيه. طبعا هنا بص جاي هنا في الاوتوكاد ارسم لك رسمه كده ان دي مقطوعه هنا ومكمله تحت، لان اللوحه دي كبيره، فدي نفس اللوحه مش ثلاث لوحات، دول لوحتين. اللوحه اللي على اليسار اللي هي تي تي بي 1 1 وتي تي بي 1 2، واللي تحت دي تبع 1 2، يبقى دول لوحتين في الدور مين؟ لوحتين في الدور الاول. يبقى دي اللوحه الفرعيه، اللوحه الفرعيه. طيب واصل عندي ايه هنا؟ اهو على اللوحه دي واصل اف بي فلور بوكس، ومديها رقم تي تي بي 1، ده رقم اللوحه الفرعيه، رقم اللوحه الفرعيه، اول نقطه فيها رقم 1، بعد كده تي تي بي 1 النقطه رقم 2 2، تي تي بي 1 1، بعد كده 3 4. احنا قلنا رمز المثلث ده اوتلت، تليفون اوتلت عادي اللي هو في الجدار، امال اللي هو مكتوب عليه اف بي فلور بوكس، والفلور بوكس دي عباره عن علبه جواها نقطتين كهرباء باور ونقطه تليفون ونقطه داتا، فنفس القصه. يبقى انت كده حتى المسمى اهو، لو انا رحت مقرب هنا كده عرفت ان تي تي بي تليفون تيرمينال بوكس موجوده فين؟ موجوده في اللوحه الفرعيه اللي اسمها تي تي بي 1 1. يعني ايه 1 1؟ في الدور الاول اللوحه الاولى. طب النقطه دي رقمها كام؟ رقم 34. النقطه اللي بعديها رقم 35. طب وبعدين 36 37. طب بعد كده راح لنقطه، بس النقطه دي جوه فلور بوكس برضه اداها تي تي بي 1 1 38، بحيث انا اقدر اعمل حصر لعدد النقط اللي موجوده في الدور الاول، في الدور الثاني، في الدور الثالث، نروح لاي دور بعد كده. مثلا جينا هنا في الدور ليفل 7 اهو، ليفل 7 اسم اللوحه ايه اهو، تي تي بي 7 1، يبقى تي تي بي تليفون تيرمينال بوكس في الدور السابع، اللوحه الاولانيه في الدور السابع. طب هل الدور السابع ده فيه لوحه ثانيه؟ ايوه فيه واحده ثانيه، تي تي بي 7 هنا معناها الدور السابع اللوحه الثانيه. يبقى انا عرفت ان الدور ده فيه لوحتين. طيب لما اجي ادخل على نقطه في مين؟ في التي تي بي 7 1 دي، لازم اكتب هنا اهو، لو النقطه دي مخرج في الجدار اهو بكتب عادي اهو تي تي بي، تي تي بي 7 الدور السابع 1 اللوحه الاولانيه، النقطه رقم 30. طيب بعد كده افرض ان انا عندي هنا ايه؟ افرض ان انا هنا عندي فلور بوكس، يبقى انا هاخد 30 بعدها 31، انا موجود على نفس اللوحه الفرعيه اللي في الدور السابع، اللوحه الاولانيه اللي هي تي تي بي 7 1 3 1 اللي هي 31، اللي هي بعد 30 هنا 31. يبقى انا بعمل رص او بحط الارقام دي بناء على عدد النقط. في ملاحظه الناس كانت بتسالني عليها، يقول لك الخط ده نازل من لوحه يا باشمهندس، وبعدين انا ممكن ادي نقطتين او ثلاثه من نفس النقطه. يعني انا مثلا ممكن اخد في المكتب الواحد في ثلاث نقط، فبدل ما اجيب لهم امد سلك لكل واحده، ممكن اجيب على ال 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 النقطه دي احط فيها اثنين او ثلاثه. في بعض الناس يقول لك لا، لازم كل مخرج ليه نقطه مستقله رايحه للوحه. في ناس بتمشي لان انا ممكن اوصل كذا واحده، وفي ناس بتمشي ان انا يعني شايف هنا انا موصل ثلاثه مع بعض، بيد هيد يونت هنا تمام، اللي هي بتبقى موجوده على السرير بتاع المريض، ثلاثه مع بعض.
ممكن انا موصل اثنين بس، انا موصل ثلاثه، ده بيبقى طبعا حسب ظروف الديزاين بتاعنا. باجي هنا على الروف، في الروف برضو حاطط اهو، هو كاتب لي تي تي بي تليفون تيرمينال بوكس ار اف في الروف، تمام. بعد كده حاطط في الاليفيتور، الاليفيتور خلي بالك بنحط في الاليفيتور في المصاعد، تمام، بنحط عده تليفون فلازم تبقى موجوده، ادي اليفيتور اهو، انا حاطط اهو هنا في الروف التليفون، تمام، التليفون اوتلت في غرف الاليفيتور روم او في داخل الاليفيتور نفسه احنا بنحط عده تليفون، فهنا عندي اليفيتور 1 2 3 4 5 6 7، عندي 7 تليفونات، تمام، في الاليفيتور، يبقى انا عندي في الروف 7 تليفونات. عندي ايه تاني هنا اهو؟ عندي نقاط موجوده في الروف، الروف ده بيبقى موجود فيه السور ده وبيبقى فيه بعض الغرف، تمام؟ غرف مثلا التحكم في الاسانسيرات اللي هي المصاعد، ممكن غرف مضخات، عايز احط تليفون في غرفه مضخه بحيث لو حد بيعمل صيانه يكلم اي حد تحت. فانا بحط دي تي في تليفون تيرمينال بوكس على اللي هي مين؟ الروف، انا دلوقتي في الدور الخاص بالروف، تمام؟ اللي هو ال 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 السطح، وبعد كده احط رقم النقطه 01 02 03 وهكذا، يبقى انا مثلا الروف عندي هنا في اهو 7 نقط، وفي عندي 7 بحطهم في مين؟ الاليفيتور، بحطهم فين؟ في الاليفيتور، و7 نقط في الروف نفسه. يبقى انا بصيت على المخطط الخاص ب، المخطط الخاص بانظمه، انظمه التحكم في التليفونات او انظمه الكنترول على عدد التليفون كلها، اول حاجه بصيت عليها تقسيمه الادوار. انا هنا عندي مبنى لازم احط كده في اليسار ده الليفل 1 2 3 لحد اخر ليفل، حطيت الليفل، عملت خط كده افقي بحيث ابقى عامل حصر للمكونات اللي موجوده في كل دور. جيت مثلا في الدور اللي هو زيرو، حطيت اهو لوحه اسمها تي تي بي 01، يعني في الليفل زيرو هي لوحه واحده ما فيش غيرها. بعد كده في الدور الاول اللي هو ليفل واحد، ده الدور الاول واحد او ليفل واحد لوحه رقم واحد، ليفل واحد لوحه رقم اثنين، يبقى تي تي بي 1 2 دي معناها الدور الاول اللوحه الثانيه، عشان ابدا اميز بين اللوحات، والكلام ده هيفيدني لما انا ببرمج النقط دي، ابقى عارف كل نقطه موجوده في انهي غرفه، تمام، وعارف هي شبكه على انهي لوحه فرعيه، وبالتالي بقدر ادي كل واحده رقم بسهوله جدا وبتسهل عليا عمليه الحصر. الحته الثانيه لازم ادور على المكونات الرئيسيه اللي بتعمل تحكم في النظام، اللي هي الاي بابكس واللوحه الرئيسيه المين ديستريبيوشن فريم موجوده في انهي ليفل. يبقى دي موجوده في ليفل 1، شوف ليفل 1 واشوف رقم الغرفه اللي موجود فيها، الكلام ده مهم جدا اهو، مين لو كارنت روم غرفه رقم كذا موجوده في الدور الاول او في الليفل الاول. يبقى انا بدات اعرف المخطط الخاص بالرايزر دايجرام تفاصيله ايه. لازم قبل ما اعمل ده كله لازم اقرا الليجن عشان افهم الرموز، انا ما كنتش افهم ان المربع ده اف بي معناه ايه، فلور بوكس ده، والفلور بوكس دي جواها ايه، 2 باور و1 تليفون و1 داتا. طيب البيد هيد يونت بتاعه المستشفيات، تمام، اللي بتبقى في ظهر المريض في السرير بتاع المريض اهي، فيها مخرج تليفون، بعد كده في نقطه تليفون اوتلت رمز المثلث، خلاص عرفت ان دي مخرج تليفون موجود في الجدار. بيديني كمان الاختصارات، يبقى في ليجند، في ليجند يا شباب، ليجند فيها الرموز، في ابريفيشنز الاختصارات اللي موجوده على المخطط، وده لو انت بتراجع اصلا اي مخطط، تمام، لازم تقول للراجل اللي بيعمل مخطط او لو انت اللي بتعمل المخطط لازم تحط اي كلمه بتديها رموز 3 حروف حرفين اي حاجه، لازم تقول للراجل اللي بيقرا المخطط ده معناه ايه، ام دي اف معناها مين ديستريبيوشن فريم، يبقى الراجل عارف، تمام. بعد كده في عندي مثلا الدي تي بي التليفون تيرمينال بوكس اللي هي اللوحه الفرعيه اللي احنا بنجمع عليها من التليفونات بتاعتنا او التليفون سيت بتاعتي اللي بجمعها من خلال التليفون اوتلت. يبقى انا هنا عرفت الليجند وعرفت مين الابريفيشن. اللي انا شرحته ده في نظام التليفون، اللي انا شرحته في نظام التليفون من ناحيه المخططات هيفيدنا كتير جدا في باقي الانظمه. تعال نبدا نشوف باقي الانظمه.